شهدت كلية القيادة والأركان المشتركة في السودان تخريج عدد من الضباط السعوديين الذين منحوا درجة الماجستير في العلوم العسكرية وصفة الركن، وذلك بحضور رئيس مجلس السيادة وسفراء العديد من الدول، تقدمهم سفير خادم الحرمين الشريفين. مصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الخريجين من الدول الشقيقة والصديقة، إذ نقطف ثمرة جهد عام دراسي حافل بالجد والاجتهاد والعمل والمثابرة، تعلمنا فيه مختلف العلوم العسكرية والقيادية والإدارية في جو تعليمي رائع هيأته القيادة الكلية. القوات المسلحة السودانية ممثلة في رئيس أركانها تعهدت بالاستمرار في التطوير والتأهيل، كما تمسكت بمشاركتها الخارجية والتمارين المشتركة مع الدول الأخرى، وفي مقدمتها المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن. تزداد سعادتنا ونحن نرى هذه الكوكبة المتوسبة من الضباط المتخرجين من الدول الشقيقة والصديقة، وهم يرسمون لوحة التضامن والإخاء ويؤكدون على وحدة الهدف والمصير المشترك. وقد ظلت القوات المسلحة عبر تاريخها الممتد تحتفظ بعلاقات متميزة مع كل الأشقاء والأصدقاء، تجاوزت تبادل الخبرات والتجارب إلى مشاركات متعددة في كل معارك الشرف والكرامة التي خاضتها أمتنا العربية والإسلامية. جناح معرض الضباط السعوديين حظي بإقبال كبير من القادة والمشاركين في دورة الأركان المشتركة، جناح عرضت فيه إنجازات المملكة في مجالات مختلفة إلى جانب التقدم العسكري. مشاركة الضباط السعوديين في دورات الأركان يساهم في تبادل الخبرات ويجسد التكامل العربي في المجال العسكري، كما يقوي التعاون المشترك. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، الخرطوم.